بوليش بنتهم تكرفصوا عليا بزاف. تعرضت لاغتصاب اخر اغتصبني في دارهم، اغتصب لهم الدار وما هدرتش وسكت وانا حامله كرشين فمي. الدري يدير رباه كيقول ماشي باه يدير تحاليل، انا كان طالب يدير تحاليل والمشكل ما حدو كيزيد لولدي اللي كيكبر والمشكل كيكبر. عندي انا تزوجت عندي 15، تغتصبت عندي 15 عام. جا المغتصب ديالي جاب دارهم كيطلبوا كيرغبوا زوجوني دارهم يعني بلا خاطر يعني باش يغطيو ديك الفضيحه. تزوجت فيه مشيت لدارهم عشت معاناة كثر. صبرا كنقول انا لو ديت الدري اللي فكرتي نصبر اني هما شلوح وانا عربيه يعني كتسمعش المعيار كيعايروك باش تلحق. وليت كنجمع دوك الكلمات كنخرج عند الجيران كنقول لهم شنو كيقولوا لي راه كيعايروك كيديروا لك كيفعلوا لك. قلت ماشي مشكل خليهم. يعني لدرجه لكل شيء ملي مشيت لتما العكوزه ديالي تما المجامر كتجيبهم كتقول لي نبخرك على العين. هي ماشي كتبخرني على العين، كانت باغا تطيح ليا. يعني دارنا ملي شافوا المشكل انا كنت غنمشي ننتحر. نط الاخ ديالي والاخ راجلها ناضو قالوا لي شوفي احنا غنحلوا هذا المشكل. مشاو لعندو فين وريتهم فين ساكن فين طرا لي المشكل. مشينا لعندو في راس العام في 2002. مشاو لعندو هو كي شاف راجل اختي طويل يعني مقلدم قالوا لي صحابو كاينين ولاد تما قالوا لي راه البوليس هرب مشى لبلادهم ما جات حتى بدارهم. جاو دارهم كيبوسوا الرجلين كيقولوا العائله ديالنا خالتي كان خدام كانوا كيخدموا عندها في الدار قالوا ليها يعني البنت بنتنا الولد ولدنا حنا مزوجين فيكم يعني الدري غيصحح الغلط ديالو غيتزوج بها. عيطوا للماما قالت لي قالوا لها راه دار سعيدها هما كاينين هنايا راه شنو راه جاو يعني داك الغلط ديالهم راهم ما باغين يزوجوا بالبنت. داكشي اللي جاو عند ماما هنايا للدار تيطلبوا يسوليها الرجلين تيتلاحوا على الرجلين كيقول لها حنا مزوجينها العار البنت بنتنا والولد ولدكم. يعني صافي ماما ماشي راه تسول عليها هنايا كل شيء من اطيب خلق الله. هي هذيك جابوا معاهم الخطبه خطبوني مشاو قالوا على بد ما نجمعوا الوراق. هما مشاو لدارهم انا مشيت كنجمع الوراق ديالي باش غنوجدوا الكاخيط. جمعناهم يعني انا مشيت لهذا ما عمرني ما تزوجت مشيت للمقاطعه يعني ما عمرك ما تزوجتي داروا لك شهاده العزوبه يعني راك عازبه ما عمرك ما تزوجتي. صافي انا جمعت الاوراق على اساس هكذا. ملي داروا لي الكاغيط داروا لي كاغيط عاديه. جات الام ديالي طرحات عليهم ديال ثبوت الزوجيه قالوا لي لا قالوا لي حنا غير في العربيه ما ديريش ثبوت الزوجيه يعني البنت هي عندها 3 شهور في كرشها دابا حبيت تولد تما كاينه غنديروها ولدات غير على 7 شهور وندخلوها عادي. ملي داك الشيء اللي داروا كاغيط عادي يعني اصلا بابا ما كانش فراسو حيت بابا كان صعيب 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 بزاف. كان مطلق الام ديالي وحنا 8 ديال الدراري 4 البنات و 4 الولاد. يعني كان كيقول لها لا طرات شي حاجه لبنتي هاك البناتي قسما بالله بهذا المصطلح قطعي لك البزازل ديالك ونحطهم لحداك. يعني ماما بالكثرة الخوف ديالها صافي داكشي اللي قالوا ليها دارت. داروا كاغيط عادي جا العدو لعندنا للدار دالينا الكاغيط كاين العائله رجال العدول وبابا هو اللي توكلني هيا هالكاغيط هالكاغيط هيا بوشعيب رخياط راه هو اللي دار لي في الكاغيط وما فراسوش بابا الحباله يعني فراس غير ماما والعائله ديالنا والعائله ديالهم. هادشي اللي وقع صافي تزوجت به داني في نفس النهار. ما كانوا اصلا دارنا دايرين معاه باش يكري ليا قال لهم واخا داوني لدارهم يعني درت العرس انا ديالي عند خالتي داوني حتى هما باش يديروا العرس ديالهم. داروا العرس ديالهم يعني تقول الناس الله يعمرها دار جاي الناس لقيناهم معارضين على الناس موجدين عرس. صافي درنا العرس نهار الثاني مشاو دارنا بقيت معاهم يعني ما عمرني ما شفت شي عروسه من نهارها كتنطشقه
خي خلاو دارنا مشاو لو كيشقى نمشي نسقي من البير. وليت كنصب ليهم هما 10 ديال النفوس في الدار، انا اللي نصب يعني خدامه ماشي عروسه. تكرفصوا عليا يعني الشمس عندهم الحراره، كنلبس بيجامات طوالين وديال الموبرا وما كنهضرش كنقدرش ندوي الحمام، كيخليونيش نمشي ليه، كيقولي لي لا حنا عندنا هي بلا عروسه تمشي للحمام، دايرين الحمام ديال الميكاب مورا دارهم، كندخل كنغسل فيه يعني ما كنلقاش اللي يحك ليا ظهري. هو كان كيتعامل مزيان، هو كان كيتعامل مزيان، وتعرضت لاغتصاب اخر تما، تعرضت لاغتصاب اخر اغتصبني في دارهم، ما قدرتش نقولها، ما قدرتش نقولها، اغتصبني من الدار، وما قدرتش، وسكت وانا حامله كرشين في امي. وما عرفت حاجة، أقسم بالله ما كان عرف شي حاجة. قبلت أنا عرفت حاجة يعني شنو، أصلا أنا كنت محرومة في دارنا، ما لعبت مع دراري ما تجي حاجة مصغري، وأنا كنصب نخدم نقرا نجي، يعني العذاب داز عليا. قلت أنا تزوجت باش نرتاح، ملي تزوجت لقيت راسي كون لقيت غير في دارنا حسن ليا، حسن ليا. مو با كنت كنقول لهم مي با ما يحسبونيش بنتهم، احسبونيش بنتهم، تكرفصوا عليا بزاف سنين، عمرني ما نسيت انا هادشي. اللحظه فاش ولات جبدوا لي ولات عندهم، ما كانش كان في الرباط، عيطوا لي بعدا ملي قربت نولد، كانوا جاوا دارنا في شهر 5، جاوا لقاتني اختي، جات الاخت ديالي والام ديالي، لقاوني كنصبن الحراره ماشي جوج ديال النهار، عرام ديال الصبين كنصبن. ملي جاوا دخلوا عندهم لقاوها اللي جالسه كتصبغ، اللي جالسه كتخيط، اللي كتفرج، يعني كل وحده اش كدير، وانا خدامه. دخلت اختي تعصبات، يعني كتشوف اختها هذاك هو شعرها كرش الفمه، بدات كتعاير هي وياهم، تعيرات يعني نسى ما فيها ضم. تبقات لها هضره، قالت لها كلمه خايبه، عيطوا لخوهم، جاوا داروا حاله، دابزوا مع اختي دارنا، ركبوا مشاو، جا خوهم كيركبوا دارنا، نقول لك وصلوا غير الفيلاج، جا هو يعني بحال تقول كان غير تما. جا هو اول ما جا ما سمعش مني، انا قالوا لي دارنا يلاه معنا، ما بغيتش نمشي، قسما بالله ما بغيتش نمشي، قلت لا راجلي ما كاينش ما نمشيش، خليت يجي راجلي. ملي جا هو بداو كيهضروا دارهم، قالوا لي شنو 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 داروا دارهم، صرفقني صرفقني، بديت كنبكي، دخل جمعت حوايجي كنت باغا نتبعهم، دخل كيبوسني ويعنقني ويطلبني عافاك ما تمشيش انت مرتي والولد ولدي، يعني بكل محاولات حبيه. صافي جلسنا، هذاك النهار الثاني هي فاش غيهزني غيديني الخميسات، غيديني قال لي نشوفوا واش بنيه ولا وليد، داني عند الطبيب، انا عاقله فين كاين الطبيب، انا عاقله ما عمرني ما مشيت لتما ولكن عاقله على البلايص، داني للطبيب، دخلت انا فرحانه، انا راجلي باغي يعرف واش عنده ولد ولا بنت، وجايب معايا الاخت ديالو. دخلنا الطبيب دار لي شهاده طبيه، قال لنا عندكم وليد، جايه انا فرحانه وهو فرحان عندي وليد. جابني نيشان للدار، جينا جلسنا، هو راه ماشي غادي باش على اساس يشوف راه ولد ولا بنت، لا هو كان كيوجد، مشى دار دعوه، هاد الدعوه مشى دارها باش كينكر الولد ديالو، مشى قال لهم انا هادي جتها بنت ولقيتها مرا ولقيتها حامله، واش كاينين شي وحدين غيجيبوا وحده مرا ومخبيه عليهم النهار الاول والعربيه والشلوح في نهار غيشوفوها ما غيستروش عليها. هما جلس معاهم حتى الشهر اللي غنولد فيه، عاد مشاو داروا دعوه، قالوا هاد البنت قال لهم هاد لقيناها حامل مرا، لقيناها حامله وحنا ما عارفينش بهادشي، وانا يلا كانوا ما عارفينش هادشي كاين سبيطار، كانت كتمشي معايا الام ديالو ولا الاخت ديالو، انا ما كنتش كنخرج بوحديتي، سبيطار الحومه اللي كنت متبعه به على الحباله، يعني كتمشي كيديروا لك الجلبه، كيديروا لك كيتبعوا لك شحال من سنتيمات، هذاك الشيء كامل غبروه ليا، التصاور ديال العرس كل شيء خداوه ليا، يعني ما خلاو ليا حتى شي حاجه، انا جالسه ما عارفاش راهم ناويين ليا على الفضل، لدرجه واحد النهار الام ديالو صيفطاتو، يعني ملي بداو كيديروا قسما بالله العظيم صيفطاتو، انا مول فداك الزيف اللي كيمسحوا به ليا لات كنوض كنصبنو، صيفطاتو ليا جا قال لي عتيق عطيني داك الزيف، قلت ليه شنو بغيتي، قال لي غنصبنو انا، داد امو جات عندي وحده من الجارات راها باقا حيه، ولا كذبت عليهم انا في دار في الدنيا وغدا اخيره، كذبت عليهم ما يسمعوش ليا، جات عندي الجاره ديالي هما عندك حاشاك عندهم حماره، قالت لي شتي غوزه ديالك
شاده داك الزيف كديروا الحماره في ديالها، ولاو كيجيبوا المجمر كيبخروني كيقولوا لي على العين. وهما كانوا كيبغيو يطيحوا لي بنادم، يعني حاولوا بجميع الطرق. النهار اللي غنولد فيه جبدوا لي التصبين ديال الدار كامله، بوشره والحصاير الكواش كلشي، صبنت لهم داكشي كامل في العشيه. هو يشدني الوجع ما عارفاش، واحد اللوسه ديالي متقربه منها كنعاود ليها، وانا نعيط ليها حبيبه، قلت لها راه هبط مني الدم، وهي تمشي عند امها كتجري، قالت لها راه غتولد، ورجلي تنفخوا ليا ما عارفاش. هما كياكلوا انا كنتوجع، يعني عندهم صاله طويله كنمشي من الحيط للحيط كياكلوا، ما مسوقينش ليا، راجلي ما كاينش، يعني انا عايشه بلا راجل تما. صافي عيطوا لشي واحد جا وصلني جارهم داني للسبيطار، شافوني قاصر صغيره، الطبيب خاف قال لهم انا ما نقدرش نولد البنت بقى صغيره، اديوها للخميسات. جابوا لومبيلونس داوني الخميسات غادا، وكنتوجع تنتوجع كنبكي، وهو جا معايا للسبيطار في الاول ديال والماس، جا معايا كيبكي، يعني تقول راه انا كنتوجع، تقول حتى هو كيتوجع. كنقول لي سعيد عيط لي الماما، عيط لي الماما، كيقول لي واخا واخا، ما عيطوش الماما حتى النهار. 3 ايام عاد جات الام ديالي، عاد قالوا ليها اجي راه بنتك ولدات. الولد ديالك بدا كيكبر، شنو المشكل اللي وقع؟ المشكل اللي وقع ليا دابا الولد فين ما كيكبر تعقد، في الزنقه كيقولوا لي انا غير وحده كنت ناقشت مع ولدي، قالت الولد زنا، انا ربي شهد عليا ولدي ماشي ولد زنا، ولدي ولد ببي، انت تصورتو، تصورت الابن ديالي، يعني راه بلا تحاليل بلا شي حاجه، راه الدري نسخه من با. يعني انا حاولت نتواصل معاه، حاولت نهضر معاه، وهضرت مع الابن ديالو في 2015، هضر معاه قال لي اسمح لي يا ولدي انا الغلط ديال الصغر وقع مشكل وشنو شنو شنو شنو، انا غنجي نصحح الغلط ديالي. يعني عطى الدري امل، سيمانه هو كيهضر معايا، بليت كانت في ليله 27 فاش جبت الرقم ديالو وليت كنهضر معاه، قال لي شوفي سيري انت عند محامي سولي شنو ديري وانا شنو ندير. صافي قال لي انا غنمشي نعيد مع دارنا، وملي نجي نجي لعندكم حتى لتماره ونشوفوا شنو نديرو، ما كاين والو من هادشي، بحال كان يدن فيا. وهما في التعويد خدامين حتى بالتعويد. الدري هو تعقد ولا باغي يخرج ليا الاجرام، ولا كيعايروا الدراري في الزنقه كيقول لي ولد امك، يعني ما عندكش باك، يعني راك انت مربياك المراه مباشره. ولدي دابا صيفطوا ليا، وليت انا محقوره، لا انا لا ولدي. المره الاولى تشد الحبس دوزت 3 شهور و 9 ايام، خرج بصراحه، خرج بصراحه 160 الف ريال تجمعوها ليا غير خوتي، حتى كنت غنتحر على وديتو، قلت لهم يعني انا الابن ديالي دخل الحبس شنو عندي من غيره، تريت خبيت عليا الزيت كنتنحر راسي، عندنا دو خوتي داروا كل واحد 2000. انا ملي ولدت ولدي عنده 7 ايام غيخرجوني، اقسم بالله خرجت، ماشي خرجت هكا بخاطري، انا خرجت غير بولدي في ظهري وبنتي في راه بالضريب، ومشيت للجدرميه، الجدرميه ما خرجوش معايا، ومشينا غير عند الجيران ديالهم اللي تجابت اختي صطفيت من الرباط كراتها وجابتني. يعني انا اصلا كنت مغرزه بحال شي خنشه ديال الشمندر بحال هكا، يعني تكرفصوا عليا اصلا في الولاده، تكرفصوا عليا مزيان مزيان مزيان، ما كنتش عليك دمرت. انا دابا كنهضر معاك والله حتى كنتراد بالاعصاب، وليت خارجين لي الرم ديال الدوايا، وليت متبع مع طبيب نفساني، خارج لي لاروكسين. الدري يدير رباه كيقول ماشي باه يدير تحاليل، انا كنطالب يدير تحاليل، ما كانش باه انا هي اللي بغاه مني يديرو، اللي بغاه مني يديرو، انا نتعاقب في بلاصتو. داكشي الشيء اللي كان كيطبق على كان ولد الزه، يلقوني في الزنقه ويرجموني، لكن ماجي ولا انا اقسم لك بالله ما باغاش هاد الولد، دري لي مزينات وكل درجه الناس اللي كانوا كيتوهموا كانوا كيقول لي خليني زار نشوفو باش يجيبو بحالو. الدرايني خود ربي ما دارتي، ما نقولش لك من احسن الولاد، حتى ولاو باغيين يخرجوا لي الاجرام الباغي البارح، غير البارح قال لي انت اللي دايره لي هادشي كامل، انت اللي دايره لي هادشي كامل، وضربني لدرجه زعما ضربني على وديت هادشي، راسي قجني قجني، ولا باغي يقتلني انا غدا ولا بعد غدا، ولدي يجي يقتلني علاش؟ شنو درت انا؟ علاش حيت كبرتو؟ انا هيت، انا باغا حاجه وحده من هاد الناس يعترفوا بولدهم،
بولدو مع ما خواتها جوا، وما انا يعني انا زوجت بيا القاعد ديالي يعني كل شيء. انا ماشي كنطلب باغا فلوس ولا باغا شي حاجه، لا انا باغا غير ولدي يدان ليه لاضيين ويدان ليه النسب ديالو. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في العشرين يوتيوب، وبارطاجيو الفيديو وديروا جيم، وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.